بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. من حقوق المسلم على المسلم الحديث الذي ذكرناه له 6 حقوق بينها النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الحقوق أنه إذا عطس فحمد الله فشمته. كيف ذلك؟ قال: الإنسان إذا عطس فقال الحمد لله، كيف نشمته؟ نقول له يرحمك الله، فيعيد فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه الكلمات علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وجعلها من حقوق المسلمين فيما بينهم. فقد عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله فشمته النبي عليه الصلاة والسلام، أي قال له يرحمك الله. وعطس رجل آخر فلم يحمد الله، فلم يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرجل: يا رسول الله، عطس فلان فقلت له يرحمك الله، وعطست فلم تقل لي يرحمك الله. قال: عطس فحمد الله فشمته، وعطس فلم تحمد الله فلم تشمت. يعني الإنسان إذا عطس فمن السنة أن يقول الحمد لله. طبعا يعني بعض الناس قد يزيد في هذه الكلمات: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله، يا رب لك كذا وكذا. هذه من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يتوقف عندها لورود النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا عطس عنده فقال الحمد لله، فقال ابن عمر يرحمك الله قال الحمد لله والسلام على رسول الله، فكرر ابن عمر فقال يرحمك الله، فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال عبد الله بن عمر: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأحمد الله وأصلي على رسول الله وأقول بأنك رجل مبتدع. قلها في غير مكانها، ما تجي تقول الحمد لله والصلاة، لا، الحمد لله تقول، تعطس فقل الحمد لله، يهديكم الله، يهدينا ويهديكم الله، وغفر الله كذا، لا، توقف عندما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور. قال الحمد لله فقل له يرحمك الله، فأعد فقل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه كلمات ينبغي على الإنسان أن يتوقف عليها، لأن عبد الله بن عمر وهو أعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد منع ذلك الرجل من أن يزيد عليها. ولو كانت هذه الكلمات يعني كلمات ليس فيها شيء، بس في هذا المقام ينبغي عليك أن تلتزم بما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من الأداب في العاطس الإنسان إذا عطس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه على فمه، يعني ما يعطس أمام الناس، قال وغض من صوته. كذلك يعني الإنسان إذا عطس فيضع الثوب أو يضع شيء حتى لا يعطس على الناس، ثم يغض من صوته، يعني بما يعطس بصوت عالي، لا، من السنة أن يعطس بصوت منخفض. فكذلك مما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا عطس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله قال يرحمك الله، فعطس الثانية فقال الحمد لله قال يرحمك الله، فعطس الثالثة فقال رجل مزكوم. خلاص أنا بشمته مرتين، قال العلماء ورد حديث في 3 مرات، تشمته 3 مرات، يعني تقول له الحمد يرحمك الله 3 مرات، بعد الثلاثة فهو زكام، يعني مرض ليس فقط، يعني ما عاد صار من العطاس. هذه من حقوق المسلمين فيما بينهم، إذا عطس أحدهم فحمد الله أن نشمته، أن نقول له يرحمك الله، فيرد الرجل فيقول يهديكم الله
ويصلح بالكم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.